طيب يعطيكم العافية جميعا. فور صراحة مرة سعيدين يعني بالتفاعل اللي كان في المحاضرة في الصباح. الحين إن شاء الله راح نبدأ الكيسات كلها سهلة إن شاء الله. يعني نحتاج إنه الجميع يعني يكون عارف البروتوكول وتعرف على الحالات، وإن شاء الله راح تجيكم برضو كيسز حنرسلها إن شاء الله للمنسقين في المناطق، حيشاركونا معكم وبحيث أن تتمرنون عليها إن شاء الله. بعدين راح يزودوكم إن شاء الله بالكي أنسر بعد ما تحلوا الكيسز وتشوفوا تتعلموا منها بإذن الله. أنا أتوقع ما شاء الله يعني مع الشيء اللي شفته في الصباح إنه يعني ما شاء الله الغالبية كله خلاص يعني صار إكسبرت في الفيعي. يعني إن شاء الله زي ما ذكرنا في بداية المحاضرة إنه يعني كل اللي تعلمناه اليوم ينعكس كله على البيانات إن شاء الله بداية من الشهر هذا شهر مايو، إن نبدأ نتعرف على الحالات كلها ونبلغ عنها بشكل منتظم بإذن الله. طيب الكيس ستدي أنا أمانة يعني نبغى مشاركة الجميع، الكيسات جدا سهلة. ما أدري أنا حاولت إني أفتح المايك، بس إنه خلينا نجرب مرة ثانية نفتح المايك، نبي أحد يعني يشارك معنا. طيب هذا الكيس إذا في أحد يقدر يشارك معنا ويعلمنا إيش الحل المناسب للكيس هذه، أو إيش هل في ايفنت سواء كان فاك أو اي فاك أو بوسيبل فاك في الكيس هذه. الصوت واضح للجميع ولا؟ Is there فولس؟ It's okay. يا جماعة في أحد سامعين الصوت؟ الصوت واضح؟ طيب أنا قاعد أشوف في أنسرز ممتاز. طيب أنا ودي أحد يطلع المايك وبرضه يشرح لنا يعني كيف ميتا ديفينيشن. إذا في أحد يطلب المايك يرفع يده عشان نعطيه المايك وممكن يشرح حتى يستفيد الجميع يعني من الشرح. طيب أنا شايف كثير من الأنسر. طيب في أحد يشاركنا بالإجابة أو يعطينا مثلاً explanation ليش ventilator suited condition؟ يعني هذه القراءات عندنا هنا تشوفون المؤشر حق الفارة، القراءة هذه تعكس الديلي مينيموم بيب اللي ذكرها الدكتور انه اول ميجرمنت بنتابعها هي والديلي مينيموم اف اي او 2. حنتابع اذا كان في عندنا انكريز في ديلي مينيموم بيب باي 3 سنتيمتر افتر 2 دايز اوف ستابيليتي، بعدين يكون عندنا وورسنينج فور 2 دايز باي 3 سنتيمتر. This is أول يعني أول measurement ناخذها. الشيء الثاني عندنا الـ FiO2 برضه نشوف إذا كان في worsening by 20% after 2 days of stability. فإحنا نشوف المثال هذا الـ daily minimum beep تقريبا ما عندنا أي worsening. نشوف الـ daily minimum FiO2 حيكون عندنا هنا 2 days of stability 40-40. بعدين صار عندنا في مارش 2 صار في عندنا increase by 30% which is more than 20% for 2 days after 2 days of stability. 2 days of stability 40-40. 2 days of worsening 70-70. So the FAC definition is met using the FiO2. طيب هل عندنا هل وصلت الحالة هذه للـ IFAC أو لا؟
اوكي اي سي دكتور اسماء نو دكتور احمد اسماء برضو نو سعدية ما شاء الله ممتاز عشان ما اخذ مضاد يعني في اكسبلينيشن Yes, you are right all because if there is no for antimicrobial qualifying day, so the definition not complete for IFAC. So we choose the FAC definition for this cases, not reach IFAC, so also will not reach possible FAB. If not reach IFAC, absolutely not reach the possible FAB. طيب نشوف الاكسبلينيشن او الانسر. You are right, it's ventilator student condition. الانفكشن ويندو بيريود زي ما ذكرنا ديت اوف ايفنت هو داي 1 اوف وورسنينج كان عندنا في مارش 2 دايز بيفور 2 دايز افتر. حنشوف كل الكرايتيريا اللي موجوده عندنا ما في عندنا الا الوورسنينج في الاف اي او 2 سو ات از فاك وهذا الاكسبلينيشن. We cannot meet the IFAC and we cannot meet the possible FAB. طيب نشوف كيس نمبر 2. هذا الكيس عندكم نعطيكم ممكن 30 second to review. حنتابع 2 measurement daily minimum B والdaily minimum FiO2 وحنشوف ال worsening. دكتور احمد المايك از اوبن بس انت قصدك يعني تبغى تشارك؟ اوكي اذا تقدر تسوي رايس يور هاند يا دكتور احمد واعطيك الاوبننج. This is the second case. What are the definition? Is VA met or not? And which definition of VA is met? Okay, Dr. Sultan, Dr. Khalid, Tagreed, Asma. طيب waiting للأذر دكتور محمود آيفاك. طيب في أحد يقدر ياخذ المايك ويشرح لنا برضو explanation عشان كلنا نستفيد؟ أنا ودي الانتراكشن يكون أكبر يعني هي زي ما تقولوا ورشة يعني نتبادل خبرات فيها نتبادل معلومات فأي أحد عنده القدرة إنه يطلع المايك ويشرح لنا الديفينيشن ليش قلنا عنها IFAC أو ليش قلنا possible FAB أو ليش قلنا FAC. طيب مريم بتقول FAC. دكتور أحمد IFAC. دكتور محمد مرغني IFAC. Date of event March 2 IFAC. طيب التغريد I will give you المايك. اي تفضل السلام عليكم السلام ورحمه الله حياك الله يا تغريد دكتور here we have the PEEP is not applied but the FiO2 applied we have 2 days of stability 40 and then worsening at 70 2 days of and the difference is more than 20% And after that, we have fever 38 and WB, white blood cell is 12 and they start the new antibiotic during the window of the 5 days. So first it's VAC and then it become IVA. ممتاز جميل جدا إجابة صحيحة الله يعطيك العافية وشرح جدا وافي فعلا هو الديفينيشن IFAC لأنه عندنا زي ما ذكرت أختنا تغريد الـ FiO2 كان في increase by 20% for 2 days وعندنا ارتفاع درجة الحرارة
والوايت بلاد سيل، حتى لو كان فقط واحد منهم يكفي، بالإضافة إلى الأنتي مايكروبيال. عندنا ميتنج الأنتي كواليفاينج أنتي مايكروبيال دايز اللي هي أكثر من 4 أيام حتى لو اختلف نوع الأنتيبيوتيك. طيب ليش ما قلنا إنه بوسيبل فاب؟ عشان ما في عندنا ايدنتيفايد اورجانيزم او كالتشر بوزيتيف. الله يعطيك العافية تغريد، شكرا شكرا جزيلا. طيب نشوف الانسر، فعلا ايفاك والويندو بيريود حيكون عندنا 2 مارش برضو، بس الديفينيشن تطور عندنا الى الايفاك، هذه الحالة تعتبر ايفاك و because of 6 days of qualifying antimicrobial days even if the antibiotic is different. طيب نشوف الحالة الأخيرة، case study 3. نشوف نعطيكم few seconds بعدين إن شاء الله أي أحد ياخذ المايك، أنا شايف دكتور سلطان برضه، بس نعطيكم وقت إنه تشوفوا الحالة وتقولوا لنا الديفينيشن. انا شايف ما شاء الله كثير قاعدين بيجاوبوا، دكتور حوراء، دكتور محمود، دكتور احمد. طيب ناخذ الدكتور سلطان. دكتور سلطان تقدر تفتح المايك ولا؟ طيب عندنا الكيس هذه، نشوف الميجرمنت كلات ديلي مينيموم بيب والاف اي او 2، ونشوف المعطيات اللي عندنا ونحدد which VAE definition is met for this case. طيب اتوقع في مشكلة في المايك دكتور سلطان، دكتور احمد. دكتور احمد ما ادري تقدر تفتح المايك الان؟ يبدو أن في مشكلة في المايك. أي أنا ملاحظ أنه في مشكلة في المايك معلق، أحيانا يفتح، أنا قاعد أسوي إلغاء كتم الصوت. They said you cannot. أوكي طيب إذا ممكن نكتب الـ explanation حتى في التكست. كده وتهلل الصوت قطع؟ ايوه كده ممتاز. هو طبعا زي ما حضرتك شايف البدايه عندنا الديلي مينيمم اف اي او 2 كان يوم 28 فبراير 1 مارس، ده 2 دايز اوف ستابيليتي، بعد كده 2 مارس 3 مارس 2 دايز اوف ابنورماليتي بالنسبه للاف اي او 2. الصوت واضح؟ تمام واضح يا دكتور معك. فكده بالنسبه لنا الباك اف اي 2 اوريدي استابليشد. بعد كده عندنا انكريز في التمبريتشر في يوم 3 مارس والليكوسايتوزيس وتشينج في الانتيبيوتكس للتازوباكتام، فكده كمان الاي فاك اتحقق. ويوم بدا 4 مارس كمان يبقى في عندنا سيريشيا، وفي عندنا كمان سكوماس سيل اقل من 10 والنيوتروفيل اكتر من او يساوي 25، فكمان بالنسبه لنا بقى كده الكرايتيريا 2 من البي فاب، فالتوتال بي فاب اتحققت. وعندنا الويندو بيريود بدايه من 28 فبراير لغايه يوم 4 مارس، الديت اوف ايفنت هيبقى 2 مارس.
ممتاز، الله يعطيك العافية دكتور، يعني من جد إجابة جدا كثير، وحتى حددت الديفينيشن الكرايتيريا من البوسيبل فاب، هي فعلا اللي هي كرايتيريا 2. طيب تقدر تشرح لنا دكتور ليش اخترنا كرايتيريا 2 من البوسيبل فاب؟ طبعا كرايتيريا تقول لان عندنا ظهر الاورجانيزم باي نيم، بس طبعا ما كانش فيه كلير كاونت، انما كان فيه التربيديتي او البيرولانس واضح في صوره النيتروفيلز والسكويمس سيل. ممتاز، اللي هو نطلق عليه اللي هو البيورولنت ريسبيراتوري سيكريشن. طيب لو كان بالظبط كده. السيرفانشيا، لو كان الاورجانيزم معطينا الكوانتيتي، يعني قال اندوتراكيال اسبريت باورد باي 10 اوف 5. لو هو 10 اوف 5 بالنسبة للابر ريسبيراتوري ديت، هيبقى في الحالة دي كرايتيريا 1. ممتاز، الله يعطيك العافية على الاكسبلانيشن الرائع، الله يعطيك العافية دكتور. شكرا يا ربنا يبارك فيك. أتمنى إنه الجميع يعني تدرب بشكل جيد اليوم على الحالات إن شاء الله، وراح نرسل لكم تقريبا 3 كيس سيناريو إن شاء الله راح تتدربون عليها يعني internally، وراح إن شاء الله يشاركونكم زملاء المنسقين يعني الكي أنسر للي يعني يبغى يعرف إجابات الكيسز إن شاء الله بعد ما تحلونها. طيب الإفن زي ما قلنا، زي ما ذكر الدكتور أحمد الله يعطيه العافية، بوسيبل فاب اتس رايت، الانفكشن ويندو بيريود، استعنا بالإف أي أو 2 للميتنج الديفينيشن وسيتنج الانفكشن ويندو بيريود، كان في عندنا ارتفاع درجة الحرارة، وايت بلاد سيل واحد منهم يكفي، والانتي بايوتيك واز بريسكرايب دورينج ذا ويندو سو اتس نيو انتي مايكروبيال ستار لاستنج فور فور كواليفاينج انتي مايكروبيال دايز، عندنا بيورنت ريسبيريتوري سيكريشن عرفناها بالنيتروفيل كاونت والسكويمس ابيثيليال سيلز والاورجانيزم ايدنتيفايد سو اتس ميت كرايتيريا تو اوف بوسيبل فاب، وهذا الاكسبلانيشن حقها. ات ذا اند بيج ثانكس تو يو اول ان شاء الله. ناو ان شاء الله الدكتوره تبيش ويل ستارت تو جيف يو important point regarding the data entry in Hasan Plus, and the complete training for data entry in Hasan Plus is available in the GDIBC YouTube channel. You can refer to this channel and follow all the step that you want during entering the data into Hasan Plus. But today, inshallah, Dr. Tabish will present to you review about the data entry step by step in the Hasan Plus system or Saha system. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. Let's do the data entry of VAE in Hasan Plus. When you will log in with your username and password into your hospital webpage of Hasan Plus, you will find this screen to add the patient. First of all, you have to add the patient to the system. You have to open the file of the patient inside the system. What you will observe, the patient might be citizen or resident or with the border number or with the GCC number or others. It depends whatever your patient is. If citizen, the number will start, the ID number will start with 1. If resident, the ID number will start with 2. And if you don't have any number, you can choose other and register with the patient MR number and the date of birth of the patient. Then you will click
verify after other and entering the patient ID and date of birth, click verify. After this, this page will open. First name, put the first name of the patient, the family name of the patient, the mobile number of the patient. Date of birth will be automatically calculated because you have already entered, and the age will be automatically calculated. Put the gender of the patient and nationality of the patient and the marital status of the patient. Once you have filled all, you will click submit. You will click submit and the information will be filled successfully. After this, what you will do, you will go to that patient page. You will click that patient page and go to details. Once you have added the patient, go to that patient, click that patient and click details. Then click start surveillance on the right side, upper right side. There is an option of start surveillance. You have to start surveillance so that you can enter the device and then enter your event VAE. Once you have clicked start surveillance, this page will open, which will ask you about the admission to the hospital or transfer or admission to the hospital. It is whether it is admission to the hospital or it is transferred from another hospital. You will choose according to the situation and then click next. And if the patient is admitted from one ICU to another, you have to mention here in these options. And if the patient is admitted in the same ICU, you will click admission to the hospital and then choose the ICU and click next. Device association, does the patient is admitted to the ICU with an already inserted device? No, because we will insert our device later on. Do the patient admitted to the ICU with a new inserted device with the same date of ICU admission? No, because our patient was admitted without any device. We will admit the patient. We will add the device later on. After filling these two informations, you will click next. A message will appear. Are you sure of starting the surveillance? You will say okay. Then under the heading of procedure, bundle review will appear. Bundle review. Under bundle review, there is another question of bundle variables. Do the patient admitted to the ICU with the admitted device, as we had the patient without any admitted device. So we will click no. And then we will click submit. Then the message will appear. You have completed the form because we don't have the device currently. So you will click the option of submit. It will be saved successfully. Then go again to the detail of that patient. You have already started the surveillance. Click detail. And click under the option of detail, you will find insert device on the upper right corner. You will click insert device. Now you want to insert the ventilator to your patient. Select the device. There will be a drop-down list of three devices, central line, Foley's catheter and ventilator. You will choose ventilator out of that, the insertion date, and click add. It will be added in the table. The ventilator device will be added in the table and the number of the devices will be 1. Now bundle review. As you have already entered the device, now you have to fill the bundle review of that device, that is ventilator. Name of the unit will automatically appear there. Bed number you have to put, then date. About the bundle reviews, the bundle components, elevation of the head of the bed to between 30 to 45 degrees. For neonates, it will be 15 to 30 degrees. Daily sedative interruption and daily assessment of readiness to extubate. Peptic ulcer disease prophylaxis.
deep venous thrombosis, prophylaxis unless contraindicated, and daily oral care with chlorhexidine. You will fill all the information after observing your patient whether they are yes, no, or not applicable. Then click next. Then click next. Your bundle review is complete. You have completed the form. Click submit and then close the form. Now, next step is to add the new event, which is VAE. You will go to the patient again and go to the details. You will find together with the bundle review, there is option of new event. You will click new event. New event, there is a drop-down list of three types of events, CLABSI, CAUTI, and adult VAE, as our patient was an adult. So we will click adult VAE. We will choose adult VAE, which is a device-associated event out of the three. Bed number, the admission date will appear automatically. Admission diagnosis, whatever is your diagnosis, you have to put here. Event date, you will put. What is the date of the event? If that is post-procedure VAE, yes or no. APRV was there, yes or no. Then you will click next. Event information, APRV, event detail. Which of the event was positive for you in your case? As you know, there are three types of events. VAC, which is ventilator associated condition, IVAC, which is infection related ventilator associated complication, and three is PVAP, possible ventilator associated pneumonia. You have to choose which one is yours. If your patient has VAC, you will choose VAC. If your patient has IVAC, you will choose IVAC. Or if your patient has PVAP, the third one, you will choose PVAP and then click next. Then you will go into the detail of the possible ventilator associated pneumonia. The positive culture of one of the following specimens meeting the quantitative or the semi-quantitative thresholds as outlined in the protocol without the requirement for the purulent respiratory secretions. The purulent respiratory secretions, which are defined as secretions from the lungs, bronchi or trachea that contain greater than 25 neutrophils or less than 10 squamous epithelial cells per low power field, plus the organisms identified from one of the following specimens to include the qualitative culture or quantitative or semi-quantitative culture without sufficient growth to meet the criteria number one. Then one of the following positive tests, you will choose whatever is available in your patient. Laboratory reports, are the laboratory reports semi-quantitative results, yes or no? Are the organisms identified, yes or no? If yes, then you have to fill the organism and the sensitivity UDF and then click next. Is secondary bloodstream infection there, yes or no? VAE contributed to death, yes or no?